حاتم صابري، المركز الثاني العيبة، محمد بن قشاط الشامسي، الشوط الرئيسي، الشوط الحساس، شوط القوة والإثارة. يا سلام، الله الله الله، العيبة أيضا انتقلت مرة أخرى، المنصوري شعاره، شعار بالراية أيضا يتسلل على المركز الرابع، شودة وصلت غيرت إلى المركز الثاني، حمد بن راشد بالراية المري. يا سلام يا العيبة، العيبة ما زالت على الصدارة، أخ محمد بن قشاط بن سعيد الشامسي، المركز الثاني شودة، حمد بن راشد البريصي، وفي المركز الثالث أسرار عادت من جديد ليعود معها محمد بن غصاب بن سعيد بن خالص العامري. الله يا أسرار، الآن الشوط يبوح بأسراره، يبوح بأسراره، العيبة وأسرار، أسرار والعيبة. يا سلام. إذن مشاهدينا الكرام، أسرار والعيبة والمنافسة في الإعادة لإفادة المركز الثالث. هرمز المرشح الأقوى، خطير خطير هرمز، خطير هرمز، دير بالك يا راعي مسكت، دير بالك يا راعي مسكت يا الزرعي، أبناء السلطنة أم أبناء الإمارات؟ ولكن هرمز بن زيتون، بن زيتون في الوقت الحساس، في الوقت القاتل يظهر شعار بن زيتون دائما في الأشواط الرئيسية. المجازف يحضر، حضر المجازف، وأي مجازفة يا أخوي في شوط رئيسي، مجازفة ناجحة مع المجازف، محسوبة هذه المجازفة، محسوبة محسوبة، تهانينا. يا سلام يا هرمز، يا سلام يا هرمز، هرمز ينفرد أعزائي المتابعين بناموس الشوط الرئيسي. سلام يا هرمز، سلام سلام يا هرمز، سلام، تهانينا للمجازف، تهانينا. والتوقيت راح، التوقيت راح، التوقيت مع الله، مع هرمز، سلام على التوقيت وعلى هرمز في هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري. تحمل الرقم واحد، شعار المهيري، شعار المهيري، المجازف قادم، المجازف والهاجري قادم أيضا مع جو 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 على المركز الثاني، أبناء المملكة العربية السعودية مع جو، مع جو، إقلاع جوي في هذا الموقف. ولكن الفهدة محافظة، منطلقة منطلقة، وجو جو 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 جو. يا سلام، هذه جو، أقلعت في سماء الشحانية، أقلعت لتنتزع نقطة هذا الشوط. خالد بن سعيد بن فهيد آل زايد الهاجري يحضر ممثلا لأبناء المملكة العربية السعودية، يحضر مع جو جو، تهانينا والناموس أزفها لأبناء المملكة العربية السعودية على فوز جو بالمركز الأول. المركز الثاني الفهدة، مطر بن حمد بن مبارك بن مطر المهيد. هذا هو خوف يقترب من الناموس، يقترب من السيارة، يقترب من تسجيل اسمي في سجلات المنتصرين. الله يا راهي، راهي يعود من جديد، بالفعل الاسم راهي والشكل راهي، راهي وخوف، خوف على المركز الأول يتمركز هنا في هذا الموقع المهم، في هذه الانطلاقة القوية، ليقترب شيئا فشيئا من تسجيل الانتصار. هذا هو خوف، خوف يا خوف. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتهنئة إلى مالك خوف محمد بن مهير بن سعيد بن دري المنصوري على هذا الانتصار. اسم على مسمى، اسمه خوف، وكان معه الخوف، وكانت معه مشاهد الرهبة والرعب. إذن تهانينا لك يا بن دري. المركز الثاني جاء في راهي سيف بن هيل بن سيف بن محمد المنصوري. مع المنافسة.
المجازف من ينطلق بشعاره مع المركز الأول عتيق بن محمد بن زيتون المهيري يقدم لنا شعار هرمز مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، تعويض الحقه، تعويض على المركز الثاني، تعويض على ثاني التحديات. أحمد بن سالم سليمان الدحاني يا أبو سالم ما من سلامة، الصدارة والمقدمة مع انطلاقة أول المراكز، تواجد الحقه، انطلاقة الحقه، تحليق الحقه وأيضا إقلاعها إلى بر الأمان إلى التتويج وإلى السيارة الثانية لأبناء أيضا دولة الإمارات وأبناء المنازل مع هذا الشعار ومع شعار من زيتون بشعار يملأ العينين مع انطلاقة أول المراكز وشعار هرمز ينطلق بهذه اللحظات مع أول المراكز ومع عتيق بن محمد بن زيتون المهيري من حظى بسيارة ثانية لهذا الشعار المركز الثاني. وصل التعويض لأحمد بن سالم سليمان الدحاني المركز الثاني. بن مسلم بن قنزور بن حمرون العامري على ثالث المراكز، ولكن عوده مع التحدي، عوده مع الاثاره، مع اجواء الكيلو المتر الاخير، الاثاره والتحدي هنا في ميدان الشحنيه. ينطلق غازي، غازي وغازي حتى هذه اللحظه بناموسي هذا الشوط لسالم مصبح بن جرش الغفلي، ولكن المجازف، المجازف قادم في هذه اللحظه يقدم الشقب مع المركز الثاني محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. في هذه اللحظة يعلن الخطورة، ولكن يا سلام يا سلام، الله اللحظات الأخيرة، وهنا غازي، غازي والشقب اللحظات الحاسمة عن خط النهاية وعن ناموس سيارة نيسان بترول ستيشن، ولكن يا سلام غازي 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 على الصدارة، غازي مع المركز الأول، ينطلق غازي سالم مصبح بن جرش الغولي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق وانتزاع غازي في ناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصل الشقب محمد. ولكن عودتنا الى الوثبة 600 متر، الوثبة الوثبة توثب وثب الاسود، ولكن وصلت، وصلت الظبي، وصلت الظبي، يا سلام غيرت الظبي، غيرت الظبي، يا سلام يا ظبي، يا سلام يا ظبي. عتيق بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري يقدم الظبي في الوقت المناسب، في الوقت الحساس للمضمرين، الشوط شوط الظبي، المركز الاول مع الظبي، النيسان بترول ستيشن يذهب مع الظبي وتذهب به الظبي. سلام يا ظبي، سلام يا سلام على هذا العرض الجميل، هذه الظبي وهذا الشعار عتيق بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري في هذا اليوم، في هذا اليوم المشهود يختطف ناموس الشوط ونقطة ذهبية على أرضية ميدان الشحانية. تهانينا، تهانينا والناموس يا مالك الظبي، عتيق بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري. المركز الثاني الوثبة لعيد بن جابر بن مفلح الهاجري. المركز الثالث المركز الاول الاعصار، الاعصار الغربي مع حساس يقود هذا الشعار ويتابع هذا الشعار المضمر الخطير حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتقدم ينطلق بالمركز الاول، لكن الباخص خطير، خطير يا حمود، الباخص خطير. سعيد بن مظفر بن محمد العامري قادم من العين، قادم من العين، ولعت، ولعت القعدان، اقلعت، اقلعت في هذه اللحظه، اقلعت القعدان، الباخص، الباخص، الباخص وحساس، الباخص وحساس، وهنا الباخص ينطلق، يا سلام، انطلق الباخص مع شعار سعيد بن مظفر بن محمد العامري المتابع لهذا الشعار العملاق، الشعار العيناوي الكبير، ينطلق، ينتزع السياره تويوتا كروزر بيك اب مع هذا المساء المميز مع سن اللقايه. تهانينا والناموس لمالك الباخص سعيد بن مظفر بن محمد العامري، وهذا هو لحظة.
مشاهدي الكرام مهمة في مهمة رسمية بشعار عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وصل بهذا الشعار شعار بن زيتون مع المركز الثاني. المركز الثالث الخدوم الشانية أحمد بن خليفة سلطان بن رشيد السويدي مع المركز الثالث، وانطلقت جميلة وتواصلت حبل الكريم. مهمة 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 في مهمة رسمية كلفت بهذه المهمة بانطلاق مع الصدارة مع أيضا بن زيتون. وشد الهمة يا بن زيتون، السيارة الثانية في هذا المساء أو السيارة الثالثة في هذا المساء كما حظى في ليلة البارحة في ثلاثة سيارات وثلاثة نقاط ذهبية، يقدم لنا هذا الشعار للمرة الثانية في هذا اليوم. وشكرا يا المجازر من قدمت لجماهيرك هذا الشعار، خير تقديم على أرضية ميدان التحدي الثاني. تبقى عتيق بن محمد بن زيتون المهيري المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام جميل سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، ولكن عوده مشاهدينا الكرام، عوده مع الصداره مع شعار بن الدوده على الصداره، يقدم لنا مرعوش ولا زال مرعوش حتى هذه اللحظه مع ايضا الامتار الاخيره مع السياره نيسان بترول بيك اب، تنتظر الفائز بالمركز الاول. ومرعوش مع المركز الاول ينطلق شعار حمد بن سهيل بن خيرات الدوده العامري وابناء دوله الامارات العربيه المتحده يتابعون انطلاقه مرعوش مع الصداره مع ال 300 متر الاخيره. ولكن يا سلام يا سلام، وتابع الاسم القادم وصل في هذه اللحظات، ولكن الشامخ الشامخ ومرعوش، ولكن مرعوش مع المركز الاول. مرعوش ينطلق في هذا التحدي، حمد بن سهيل بن خيرات الدوده العامري مع المية متر الأخيرة. تهانينا تهانينا والنموذ لمالك مرعوش على هذا الفوز، حمد بن سهيل بن خيرات الدود العامري على انتزاع مرعوش لسيارة هذا الشوط المركز الثاني. وصل الشامخ لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي. ترفع راية التهديد، ولكن هنا ولكن هنا منصورة، هل تواصل منصورة مع الخمسمائة متر الأخيرة أم يكون لوضوح كلام في هذا الشوط؟ وضوح ومنصورة، منصورة تنطلق ووضوح تلاحق، ولكن كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري مع المركز الأول مع الفوز. يا سلام، لحظات حاسمة لمالك منصورة، لحظات صعبة وحرجة. منصورة 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 على المركز الأول، المركز الثاني وضوح، ولكن منصورة حسمت الموقف إلى العين هذا الشوط، إلى العين مع بن كردوس، مع كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري. خلاص سيارة نيسان بترول ستيشن معها سويك السيارة والمفتاح. تهانينا تهانينا يا راعي منصورة، كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري خطفت السيارة والناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وضوح لجابر بن حمد بن علي العذب. على المقدمة على صدارة الشوط في هذه المسيرة المميزة، في هذه المسيرة الممتازة، الناموس بالانتظار، العصابة الابطان حتى هذه اللحظة. شوف المركز الثاني، شوفوا الخطيرة اللي بالمركز الثاني، تحاول باللحظات الأخيرة، تحاول وتحاول جادة حقيقة، مهتمة مهتمة بالسيارة، مشكلة مهتمة. محمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يحرص ويهتم أيضا للحصول على السيارة، ولكن ثقة الكبار، ثقة الكبار تقود هذا الاسم، تقود شعار بن قران إلى خط النهاية بثقة الكبار. قادم من الوثبة هذه غزلان، مبارك بن سلطان بن قران المنصور وابن نديلة قادم على المركز الثالث. يا سلام غزلان، ولكن فاز شعار بن قران مع فوز هذا الاسم المميز. هذه غزلان تنتزع الناموس وتنتزع ناموس هذا الشوط انتزاعا.
كان يقدم لنا حجمة. وثالث المراكز يا سلام يا سلام، شعر مضمر القادم في هذه اللحظة. ولكن عودة مشاهدي الكرام مع برنس المضمرين على الصدارة، برنس المضمرين يتواجد. ولكن يا سلام قدوم انطلاقة من ظنون نائب الطالب محمد بن شفيع المري، غير في هذه اللحظات وانتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز، يبحث عن اللاند كلوزر بكف في هذا الشوط مع انطلاقة هذا الشعر المميز مع ظنون على الصدارة، ظنون مع المركز الأول، ظنون مع التحدي، مع الإثارة. تنطلق ظنون على الصدارة، نائب الطالب محمد بن شفيع المري مع الميتين متر الأخيرة، مع اللحظات الأخيرة. هذه ظنون على الصدارة تنطلق بهذا المركز وتريد أيضا الفوز وتحقق الفوز هنا في ميدان الشحانية. والسلام يتجه مباشرة من هنا من ميدان الشحانية إلى أبناء الريان. سلام للريان، سلام على هذا الفوز المميز. تهانينا والنموس لنائب الطالب محمد بن شفيع المري. المركز الثاني محمد المهيري، وانطلقت في هذه الأثناء انطلقت الوثبة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. أشبال جميرة حاضرين اليوم، حاضرين في شوط الختام. يا سلام على المركز الأول الوثبة والعبور، ووصفة قادمة، وصفة والعبور والوثبة، وصفة والعبور والوثبة. ولكن انطلقت الوثبة وانطلقت العبور انطلقت العبور على المركز الأول. يا سلام العبور، هل تعبر العبور أم تعود الوثبة؟ الوثبة والعبور، العبور والوثبة. الموقف حساس يا مضمرين، حساس المتصدرين. الوثبة 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 أو العبور، الوثبة والعبور. ولكن الوثبة مع الناموس، مع المركز الأول. اللحظات الحاسمة إلى جميرة هذا الشوط مع الوثبة. تهانينا والناموس لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على اختطاف السيارة في هذا الشوط.